سوا. دي حكاية. الحكاية التانية هذا الأمر اللي الدولة أقدمت عليه من السماح للمصريين في الخارج بشراء سيارة. أنا وأنا بشتغل في الشغلانة دي بقالي 25 سنة، كل سنة المصريين في الخارج يقول لك لو سمحتم إحنا عايزين نشتري عربية. خلاص أول ما الدولة جت تعمل كده، عربية إيه وبتاع إيه، هو إحنا لاقيين ناكل؟ حرام. أنتوا مين فيهم؟ أنتوا مش قلتوا عايزين عربية يا جماعة؟ قعدنا نزن على الدولة يا جماعة خلوهم يجيبوا عربية من غير جمرك. ففجأة ما هو لازم تكسير بقى المقاديف اللي هو يعني دي هتفيد في ايه؟ الله، مش انت اللي قلت؟ كل واحد يقول لك ايه؟ يقول لك يعني انا ملياش في رقبة. ماشي، تحت امرك. والدولة قالت ايه؟ بتاعك انت، عايز ايه؟ عايز العربية ونعمل ونسوي ولا ده انا هعمل لك كمان شهادة دولارية بفايدة اعلى من المواطن، واعمل لك عمارات باسعار افضل بالدولار، واعمل لك كل اللي انت عايزه. اول ما تعمل كده يقول لك مين قال لك ان انا عايز؟ ده انا باشا بدا، ده انا بدا. طب عايز ايه؟ قول لي انت عايز ايه. حالة الشكوى غريبة. يعني انا رايي انه زي مثلا اما اشتغلنا في موضوع الكتاكيت ده، هي حاله شكوى. طب فين حاله الحل؟ هو ده المفروض يبقى موجود، انه انت مش حمل الدول بره اللي هو يقفل 3 4 ايام والناس تنزل في الشارع، مش حمل الكلام ده. انت حمل ايه؟ في مشكله، اقعد مع رئيس الوزراء حل الموضوع، خلص الحكايه، روح للمشكله اللي وراها، لانه في مشكله وراها وفي مشكله بعد المشكله اللي وراها. هو كده. المهم النهارده قدام مجلس النواب كان بيتم مناقشه موضوع العربيه، واتقال انه القرار ده الاعفاء من الجمارك بينطبق على المصريين اللي ليهم اقامه في اي دوله حتى وان كان موجود داخل القطر. وده جديد، معرفش هيتوافق عليه ولا لا. انما الكلام ايه؟ انت مثلا مش عايش بره، بس انت معاك اقامه في الامارات، معاك اقامه في السعوديه، بس انت مش عايش هناك، من حقك تجيب عربيه برضه، ومن حقك تدخل عربيه. وطبعا فهمنا ان هو ده قرار استثنائي علشان ما حدش يجي يقول ان الموضوع ده ما يبقاش دستوري، وفهمنا انه دي وديعة دولارية تفضل موجودة 5 سنين، وبعد ال5 سنين حضرتك تاخد الفلوس بالعملة المصرية. معانا الاستاذ مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. اهلا بيك يا فندم. اهلا، مساء الخير يا استاذ عمرو. النهاردة وافقتوا على القانون او القرار يعني؟ استاذ مصطفى. ايوه استاذ عمرو. النهارده اللجنه وافقت على موضوع سيارات المصريين في الخارج، ايه اهم البنود؟ استاذ عمرو، طبعا احنا كلنا عارفين ان مجلس الوزراء وافق على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشان منح بعض التيسيرات المصريين المقيمين في الخارج. القانون وصل لمجلس النواب بالفعل امبارح، وتم احالته لجنه الخطه والموازنه. ونظرا لاهميه القانون احنا عقدنا في لجنه الخطه والموازنه النهارده اجتماع عاجل، ما كانش مدرج في جدول الاعمال نظرا لاهميه القانون، وبحضور وزاره الهجره ووزاره الماليه وكافه الوزارات المعنيه، وتم مناقشه مشروع القانون وتم الموافقه عليه وادرج بجدول الاعمال لمناقشته غدا. انت بتتكلم حضرتك عن الدستور يا استاذ عمرو. في التزام دستوري منصوص عليه في الماده 88 من الدستور، اوجب على الدوله رعاية مصالح المصريين المقيمين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم. الدولة استجابت فعلا من سابقا منذ عدة سنوات بمبادرة بيت الوطن، لو تتذكرها حضرتك، اللي هو حجز
حجز الأراضي للمصريين المقيمين بالخارج بالعملة الدولارية والتحويلات الخارجية. المصريين طول السنوات السابقة وهم بيطالبوا أن ياخدوا ميزة أن هم ينزلوا بسياراتهم اللي بيستخدموها هم وأسرهم في الخارج. استجابت الدولة المصرية لرغبة المصريين وقدمت الحكومة المصرية يعني قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع هذا القانون. لو حابب حضرتك نشرح القانون بشكل بشكل موجز. تفضل فندم. القانون يا استاذ عمرو بينص على 9 مواد. الماده الاولى منه اللي بتتحدث عن حق المصري في استيراد سياره ركوب خاصه واحده لاستعماله الشخصي معفاه من الضرائب والرسوم التي كان يتعين اداؤها الافراج عن السياره. بس هنا انا عايز اوضح نقطه، اذا كان الاسره فيها عدد من الافراد اللي ينطبق عليهم الشروط الموجودة في هذا القانون، فمن حق كل واحد فيهم أن يستفيد بهذه الميزة. يعني لو في أسرة أب لو في ثلاثة يعني أب وأم وشاب بالغ ومعاهم إقامات ومعاهم حسابات عليه كل الشروط ينزلوا 3 عربيات بالضبط كده يا أستاذ عمرو، هو هتتحسب له قيمة الضرائب، قيمة الرسوم، القيمة المضافة ورسوم وقيمة الجدول لضريبة الجدول وخلافه، وهيودع هذه القيمة بالعملة الدولارية يحولها لحسابات وزارة المالية لمدة هتودع لمدة 5 سنوات بدون عائد، ويستردها بعد الخمس سنوات بسعر الصرف بالعملة المحلية، بسعر الصرف وقت الاسترداد، سعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد. في هناك عدة شروط اشترطها القانون تتوافر في الشخص اللي يستفيد بهذا القانون، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وإحنا ناقشنا النهاردة زي ما حضرتك بتتحدث، أفرض أنا لي إقامة سارية خارج البلاد في أي دولة من الدول وأنا مقيم حاليا في مصر لكن إقامتي مستقرة وسارية، أستفيد من هذا القانون. أن يكون الشخص أكثر من 16 سنة، أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل. واستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبنائه متى توفرت باقي الشروط بشأنهم. بمعنى إيه؟ لو أنا رب الأسرة وزوجته وأولاده مش شرط أن يكون كل واحد فيهم يعني هو الأب اللي عنده الحساب المصرفي لكن الباقيين ما اضطروش يعملوا بالضبط، بشرط أن باقي الشروط تكون تنطبق عليهم. السيارة اللي هيتم استيرادها لو أنا الملك الأول فتحنا هنا سنة الصنع أو موديل السنة، يعني ممكن أنا معايا سيارة من 10 سنين بس أنا الملك الأول يبقى من حقي أن ينطبق علي هذا القانون، لكن لو مش أنا الملك الأول ما يكونش مر على سنة الصنع 3 سنوات مثلا الموديلات اللي هي 20 21 22. يا أستاذ مصطفى يعني أنا لو شاري من 1 3 سنين لو عربيتي أيا كان عمرها بالظبط كده يا استاذ عمرو، يعني انا لو شاري عربيه مرسيدس مثلا من 10 سنين وانا عايش في الكويت العربيه ديت اللي عمرها 10 سنين اقدر انزلها طالما انا الملك الاول من حقي انا اللي رحت انا اللي رحت في الكويت رحت الاجنس واول واحد رخصتها بالظبط كده يبقى من حقي ان انا استفيد بالمبادره. انما لو انا مش المالك الاول بشتري من حد اخري 3 سنين بالظبط كده يا استاذ عمرو. هتتفتح المبادره هي استثنائيه لمده 4 شهور زي ما حضرتك تحدثت، هيدخل المصري اللي عايز يستفيد منها يسجل بياناته وبيانات السياره المطلوب استيرادها ويسدد هذا المبلغ في الحسابات المصرفيه الخاصه بوزاره الماليه. هذه الموافقه الاستيراديه هتكون ساريه لمده عام من صدورها، يعني خلال سنة من حقه ينزل السيارة. طب افرض انا خلال السنة دي غيرت رأيي، لو انا خلال السنة يا استاذ عمرو ما استوردتش او ما استوردتش السيارة يبقى من حقي ان انا استرد فلوسي بالعملة المحلية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد وبدون عائد. المادة 5 بتتكلم هنا عن ايه؟ لو انا سجلت بيانات عربية يا أستاذ عمرو وحبيت أن أنا أغير الموديل وأجيب موديل أعلى
من حقي ان انا اغير خلال السنه، ولكن ادفع الفرق، ندفع الفرق. أيوة. لو في زياده في الضرائب او الجمارك او خلافه، من حقي ان انا اغير وادفع الفرق ده. جميل. طيب في بعض الاتفاقيات بين مصر وبعض الدول بتعفي اعفاءات جمركيه، الاتحاد الاوروبي، من حقي ان انا استفيد من ده. بمعنى ايه؟ لو انا معفي من رسوم الجمارك وهخضع لضرائب القيمه المضافه والضرائب والرسوم التنميه، يبقى انا هودع الوديعه في هذا المقابل فقط واعفى من رسوم الجمارك. طيب يعني طيب. لو حد دلوقتي بس في حاجه عامله لخبطه اللي هي بلد المنشا دي، خلينا ندي مثال بسيط عشان نوضح للناس. انا عايش في المملكه العربيه السعوديه، خلاص، ورحت جبت عربيه من المانيا، تاني اهو انا عايش ومقيم في المملكة العربية السعودية ومعايا اقامة وعندي حساب مصرفي، واشتريت عربية من المانيا وجيت ادخلها، وضعها ايه؟ النهاردة حصل يعني مناقشة في عدة او نقاط، منها من ضمنهم هذه النقطة يا استاذ عمرو. ايوه. ولم تحسم في اللجنة وهتم مناقشتها غدا في الجلسة العامة. لان احنا النهاردة تناقشنا ووجهنا عدة اسئلة لوزارة المالية ووزارة الهجرة والبنك المركزي، من ضمنها هذه النقطة، ودي هتحسم في الجلسة العامة. في تحدثنا ايضا عن الاجانب المقيمين في مصر اقامة دائمة، هل ينطبق عليهم هذه المبادرة؟ او لو مصري عايز يستورد من الخارج ويعمل لي تحويلات دولارية من الخارج زي المصري المقيم في الخارج، وزارة المالية وافقت على يعني هذه، هات الدولار بس مالكش دعوه، ولكن كان هناك اعتراض من المستشارين ان الراي القانوني ان ذلك مخالف للدستور، لان زي ما احنا تحدثنا ان الدستور عايز يحقق ميزه للمصريين في الخارج. فحصل نقاش ايضا في مده الاربع شهور، ليه اربع شهور بس من ست شهور؟ فكان الرد ان احنا لو ست شهور ممكن يحصل تراخي وتباطؤ في تنفيذ المبادره، ده رقم واحد. ممكن رقم اتنين ان ده يؤثر بشكل سلبي اكبر على صناعه استاذ السيارات. مصطفى، اثناء مناقشتكم العميقه لهذا الامر، وانا فاهم انه احتمال بكره الجلسه العامه يتم التصويت على هذا القانون، تقديركم انه هيجي كم عربيه في مصر؟ بص يا استاذ عمرو، يعني عدد المصريين المقيمين في الخارج طبقا للاحصائيات الرسميه من 10 مليون ل 14 مليون مصري مقيم في الخارج. تقديرات وزارة المالية اللي وردت على لسان السيد وزير المالية كانت حوالي 10 مليار. يعني هو بيتحدث ان ممكن هو هذه المبادرة، لا لا لا، هو كان معايا على التليفون، هو قال، واحدة قالت له يعني ممكن نجيب 10 مليار، قال لها يا ريت يا رب يبقى حاجة كويسة. انتوا يعني النهاردة في المجلس وانتوا بتتكلموا، تقديركم في كم عربية هتيجي يعني؟ احنا شايفين من خلال تواصل المصريين في الخارج معانا من دوائرنا واصدقائنا او على وسائل التواصل الاجتماعي ان في تحمس شديد والناس متحمسه لهذه المبادره. يعني اعتقد ان المتوسط لن يقل عن 5 مليار دولار. لكن انا عايز اضيف حاجه مهمه ثانيه يا استاذ عمرو، في الماده 7، الماده 7 تحدثت عن جريمة التهرب، تعتبر جريمة تهرب ويتخذ بشأنها الإجراءات المتطلبة في قانون الجمارك. مادة 8 دي مادة 7 بتتكلم لو أنا عملت بيانات غير صحيحة. أيوة. أو قدمت مستندات مزورة أو سورية بغرض الاستفادة من هذه المبادرة هتطبق عليها جريمة التهرب. هتطبق عليها جريمة التهرب. مادة 8 تحدثت عن اللائحة التنفيذية ان لازم تصدر خلال اسبوعين من تاريخ صدور القانون نظرا لاهميته. انا بتكلم كمان، عايز اضيف حاجة تانية يا استاذ عمرو، ان المبادرة دي زي ما بتفيد المصريين في الخارج فهي بتضبط الاسواق في الداخل، لان احنا كلنا شفنا ان في نقص كبير طبعا في المنتج السيارات على مستوى العالم، وان في مفيش استيراد من شهر فبراير، والاوفر ارتفع ووصل تقريبا لتكلفة ثمن السيارة نفسها، وصل لحوالي 500 ألف. بقى في اوفر برايس مرعب يعني. بالظبط كده، قد يصل الى ثمن السيارة نفسه. فلما انا يعني هستورد سيارات واسمح للمصريين ان هم يستوردوا سيارات، ده هيضبط الاسواق شوية، لان انا ممكن استورد سيارة زيرو من الخارج او صنع 3 سنين تعادل ثمن السيارة المستعملة اللي ليها 10 سنين حاليا في السوق المصري. فده هيضبط الأداء، هيغير نوعية السيارات، وهيوفر عملة
يعني أجنبية وعمرة حرة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية اللي بيعيش فيها دول العالم كله. دلوقتي احنا شايفين ان القانون مهم جدا، عشان كده مصطفى أسرعنا بنقاشته النهاردة وهيناقش في الجلسة العامة غدا. أستاذ مصطفى، في ناس بيسألوني بالنسبة لمزدوج الجنسية، يعني واحد عنده عايش برة عنده جنسية مصرية وعنده جنسية أخرى، ده وضعه إيه؟ ده لم يرد في القانون بشأنه أي حاجة، ده ممكن يتم مناقشته أو يتم حسمه في اللائحة التنفيذية للقانون يا أستاذ. أكيد يا فندم. أستاذ مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب، بشكرك شكرا جزيلا.